محمد راحة العليل، محمد راحة العليل، ما دام نربح في صلاته يا حبه، الدنيا جيل بعد جيل، من آدم للمصطفى، سيد الأبرار، في يوم الموقف الطويل، اجعلنا في كفالة النبي المختار، في يوم الموقف الطويل، اجعلنا في كفالة النبي المختار، في يوم الموقف الطويل. يا مولانا ادخلك بجاه الصديق عمر الفاروق وسيدنا عثمان، وعلي راجل العدا جعفر خوه شقيق، والستة الباقين مع العاشرة العيال، الانصار مع المهاجرين بالتحقيق، ورجال الله كافة في الاركان، لقيني بالنبي الفضيل، لقيني بالنبي الفضيل، فنوا من شهدوا ونراه بالبصر، يا ربي بجهود خير الصلاة والصيام والاستغفار، في يوم الموقف الطويل، اجعلنا في كفالة النبي المختار، في يوم الموقف الطويل، اجعلنا في كفالة النبي المختار، في يوم الموقف الطويل. صلى الله عليه مدام السنين واسم لي بالشهور، الجمعة والخميس لحد والاثنين، وجميع الفرح والسرور، والشقي والسعيد بالآدميين، وما يكون في الصدور عدد القول والباقين، عدد القول والنقيل، والبيع واللي شرى في كل نهار، وسواق ملهباتي نحل مع الجرار، وجميع الأطيار في يوم الموقف الطويل. صلى الله عليه يا جاد الحسنين، يا ناكب النجيب، يا راحل البلاد، صلى الله عليه قد بياض العين وسود الشفر ومرق قد الرمى، يا محمد حبيب رب العالمين، يا غوث المذنبين في نهار التلاقي، يوم البعث والرحيل، في يوم البعث والرحيل، ترجع الروح جسد مثل الأطيار، ويعود الصياح والويل، ثم يتفرزوه للجنة والنار، في يوم الموقف الطويل، في ذاك اليوم أصلها 50,000 السنة، والشمس حامية تغلي في الضيوف، تأتي
عندي العبارد بر زين الطواف الطواف وجميع الخلق واقفين كامل الحبوس تهيج النار كتفيض على الجراف والجنة في بوابها يفتح قيطوس محمد الأمة كفيل محمد الأمة كفيل يشفع فينا قبل طيفات الكفار والنار تزيد في الشعير وجوه المذنبين تدبل وتصفر يوم الموقف الطويل اجعلنا في كفالة النبي المغرى يوم الموقف الطويل اجعلنا النبي المغرى يوم الموقف الطويل صلى الله عليه دايم كل ليلة وثنى المولى عليه من فتنة السليم صلى الله عليه ابن عبد الله لولا انت ما يكون لولا انت ما يكون لا علم ولا تعليم صلى الله عليك يا زين الحلا البطيخ والطرج والنوار النيم وقد الكيل والمكيل وعدد الوزن والوزن من درهم دينار وعدد الغزل والغزيل وعدد الصوف وزغب وشعر ويبار اجعلنا في كفالة النبي المختار يوم الموقف الطويل صلى الله عليك يا جد الأشراف يا غوث المذنبين يا عز المضيوف انت توزن الجميع بسبع آلاف واللي يمشي والباجي في كل يوم صلى الله عليك قد ألفين ضعاف واثنى عليك السلام يا بابا كلثوم أعداد النخل والنخيل والقمح مع شعير وجميع الأثمار وعداد الخيل واليبيل الأوطان السائرة في الموشب والقطار في يوم الموقف الطويل صلى الله عليك يا باب الزهرة صلاة دائمة ضعف كل الأحزان صلى الله عليك قد ألف مرة أتج المرسلين يا طيب الإنسان صلى الله عليك سرا وجهرا قد سد العنكبوت الشايب وشباب عدد الكريم والبخيل من ذرية آدم أنت وذكر وما في التوراة والإنجيل والقرآن العظيم بحرف وسوار في يوم الموقف الطويل يا مولانا دخيل من طاف الكعبة وقف في جبل كسري المشرف اعتقني من العذاب من
شفاغ البحر يا ستار العيوب انت بيا قلت نظل نصيد في النميمة ولا نتبع بلساني ما نقيل حتى لا نقدر اغفر لعبدك الذليل خايف ماذا عليه من النبو الوزار كل ليلة دموع وتسيل حر روحي وجسدي من لهيب النار في يوم الموقف الطويل يا محمد خيل بجهدك أدام والأنبياء وجههم والمرسلين والأولياء الماضية ومن متقدم وبجهل حوض وإبراهيم الغبرين أحضر لي ليلة القبر يا أبو خاتم أسترني من الفضايح أزين الزين بشر مداحك الدليل أغفر جميع ذنوب لك حل يا غفار بجه نبيك الخليل وجميع المؤمنين أنت وذكار في يوم الموقف الطويل أجعلنا ذيك فالة نبي المختار في يوم الموقف الطويل أجعلنا ذيك فالة نبي المختار كفالة النبي المختار يوم الموقف الطويل صلوا يا أهلا